وي السلام عليكم البنات. قبل أن نبدأ الكلام لا ننسى الصلاة والسلام على خير الأنام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمحوا لي البنات، الحصة لانجلتير فيها بزاف بزاف لي فواتور دو سبور، سمحوا لي. شوفوا البنات، بديتكم بهذا الورود، نقدم لكم هذا الورود ليكم إن شاء الله. شوفوا يا البنات، بديت بالورود ان شاء الله، الورد هذا ليكم ان شاء الله، تقعدوا كل وردات ان شاء الله وكل منورات. ودوك نرجع لكم البنات، هيا تابعوني. البنات انا وليت لكم، شوفوا البنات انا عجنت الخبز لضيافي ان شاء الله اللي راهم جايين في الطريق، ان شاء الله ربي يجيبهم بخير وعلى خير، رفيقه ان شاء الله، ان شاء الله ربي توصل بخير وعلى خير. راهي في مانشستر، هي وصلت هاي في مانشستر، دوك تحكم بالكار باش تجي لبرمنغهام ان شاء الله البنات. ولا البنات ها هو الخبز، هاني واش درت، ها هو الجواز، وجدت طاجين الزيتون، ها هو البنات لا سالاد وجدتها، مازال ما دوزنتش باش كي تجي ان شاء الله نتعشاو البنات. حبيت نوري لكم هذا لي غاتو، هذايا هذايا درتو حلوه لانوات كوكو، هذه الحلوه تاع لانوات كوكو ديرها يما الله يذكر على خير. وهذا الحلوه يا البنات ما طيبش لانوات كوكو، وشنو اليوم انايا ما درتهاش بيضه وما درتلهاش لي كولور، هذا لانوات كوكو طحنتها، وكي طحنتها زدت طحنت السكر، درتو بودغ وطحنت مع السكر، طحنت معاه التوت، توت الكحله جايه حمراء، موتي موتي حمراء موتي كحله. الوغ درتها البنات شوفوا، وخلطتها مع السكر، ومن بعد درتها في لانوات كوكو ودرت لها لو بوغ وخلطتها. وها هي ما حبيتش ندير في لي كيسات، وما حبيتش انا شي با ترو بروتوكول البنات، انا سهله مهله بفيه ما نكترش. فوالا البنات، هذه حلوه لانوات كوكو ما طيبش في الكوشه. انا طحنت لانوات كوكو باسكو كان خشين، ومن بعد طحنت السكر، ما عنديش سكر غلاس، طحنت السكر وخلطت التوت، خلطتها هكذاك خضره حب توت، وهذيك توت الكحله. وكي خلطتها جات طات واحد البنه يا البنات، ما شاء الله ما شاء الله، بنينه الخير بين يديكم انتوما صحاب الخير، وشنو ما شاء الله البنات. سيوها ان شاء الله، جربوها وعطيوني الخبر، خليولي في التعاليق البنات. ان شاء الله ربي يحفظكم، وربي ان شاء الله يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ونقول لكم من بعد ان شاء الله كي يوصلوا الضياف ان شاء الله نكملوا الجماعه، ونكملوا كاع واش نحكي لكم واش كاين واش ما كاش. البنات نقول لكم بون كوراج، ا توتالور ان شاء الله. السلام عليكم.